السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها النود جي اس موديولز. ايه الموديولز اللي متاحة اللي موجودة عندي في النود جي اس؟ احنا عندنا ثلاث انواع للنود جي اس. عندي حاجة اسمها البيلت ان موديولز، دي بتنقسم لحاجات خاصة بسيبريتد موديول زي ما بنتعامل مع الفايل سيستم بالشكل ده كده، او عندي حاجة اسمها الكور موديول اللي موجودة فيها هيبقى كومن جي اس موديول، وعندي بعد كده حاجه اسمها الاي سي ان او التايب سكريبت، الحاجات الخاصه بالمودلز الخاصه بالتايب سكريبت. وكل نوع بالنسبه للتايب سكريبت احنا هنعرف ازاي نعمل امبورتنج، وبالنسبه للبلت ان موديول زي الفايل سيستم او زي الاتش تي بي او زي الاو اس او زي الاتش تي بي اس ازاي اقدر اعمل امبورتنج. عشان اعمل امبورتنج انا محتاج ان انا استعمل حاجه اسمها ريكواير بالشكل ده، استخدم ريكواير كيورد وليكن بالشكل اللي احنا قلنا عليه ده. فبعمل ريكواير وادي اسم الموديل بتاعي، وبروح ان انا احطه في فايل، بحط في فاريبل اسمه كونستانت اف اس. تمام، بمجرد ما انا عملت امبورتنج للموديل انا اقدر ان انا اكسس كل الفانكشنز اللي موجوده ايه فيه وليكن بالشكل ده كده. ده مثال على ان انا باكسس فانكشن اسمها ريد دايركتري. تمام، بديله الفولدر باس عشان يرجع لي ليست اوف فايلز، اقدر ان انا اعمل فور اتش على الفايلز دي فيرجع لي كل فايل موجود فيه. تمام، وبالتالي هنا انا عشان اعمل، قلنا في موضوع الامبورتنج بالنسبه لسواء البلت ان او الكور اللي موجود فيها الكوماند جي اس موديول انا اقدر ان اعملها امبورتنج عن طريق الكواد. بالنسبه للاي سي سي ام موديول بقدر ان اعمل امبورتنج عن طريق حاجه اسمها ايه امبورت. تمام، وانا شرحت لك المثال اللي موجود بالشكل ده كده. نرجع تاني بقى لنشوف ان احنا النود جي اس دوكيومنتيشن. انا قلت لك هنا من النود جي اس دوت اورج هضغط على دوكيومنتيشن، اروح على الفيرجن بتاعي. تمام، انا قلت لك ان احنا عندنا حاجه اسمها البيلت ان، دي هنا حاجات خاصه بالبيلت ان بالشكل ده كده زي الاوبريتنج سيستم، زي هنا البروسيس، زي اليوتيليتيز، زي يوتيليتيز فانكشن تقدر تستخدمه، زي هنا الاتش تي تي بي بالشكل ده كده. تمام، تقدر بعد كده كمان نشوف الحاجات الخاصه بال دي احلى كده معاك اهو تاني بالايرورز بالايفنت بالفايل سيستم، ده كلها بيلت ان. تمام، طيب لو انا عايز اشوف الكومن جي اس موديول بالشكل ده كده اهوت، وادي الاي سي ام سكريبت موديول، دي الحاجات الخاصه بالتايب سكريبت. يبقى احنا عندنا البيلت ان سواء باص سواء او اس سواء نتورك سواء فايل سيستم سواء ايفنت سواء الايرورز او الكوماند جي اس سواء الاي سي ام اي سكريبت موديولز. تمام، نبدا ندخل في واحده واحده كده ونشوف. وليكن مثلا عندي هنا الفايل سيستم، الفايل سيستم ده موديول انا بتعامل فيه مع الفايل، وعندي سنكرونس اكزامبلز والكول باك اكزامبلز. وهنبدا نشوف احنا هنا تحت بعد ما ننزل كل ده، خد بالك عباره عن الفانكشنز اللي انت هتقدر تستخدمها لو انت عايز تعمل كوبي مثلا فايل، تديله السورس والديستنيشن والمود بتاعه بيكون عامل ازاي، عايز توبن عايز تريد، كل الكلام ده كله تبدا تبص هنا. لو احنا عايزين هنا بالشكل ده كده، احنا هنا لو عايزين نتعامل مع فايل سيستم فانا اول حاجه محتاج اقول لك موجود فين، في لب على اف اس على جافا سكريبت. محتاج ان انا اعمل له امبورت عندي بالشكل ان هو اللي انت شايفه ده احنا اتكلمنا عليها بالشكل ده كده. عايز اعمل ايه امبورت، فبعمل ريكوايرد بالفانكشن بالشكل ده كده. تمام، بعد كده لو انا عايز ابدا ان انا استخدم فانكشن وليكن مثلا هات ريد او ترينيم او فايل باس او اوبن، لو انت شايف كده اهو اوبن بالشكل ده، او عايز تعرف اليو ار ال او ريد الفايل بالشكل ده، ده ريد فايل سينك، ريد فايل سينك بالشكل ده كده، ريد فايل سينك بالشكل ده، دي اليو ار ال بتاعك عامل ازاي. بعد كده عندك انت هنا عايز ايه تاني، فايل ديسكريبتور ديسكريبشن مثلا او اي حاجه، كل ده خاص عايز الدايركتري تعرف الدايركتري بتاعه ايه. كل ده بيشرح لك ايه هو بالاكزامبلز الحاجه اللي موجوده عندك. ده بالنسبه هنا للفايل. طب نرجع بعد كده عندك حاجه اسمها للكوماند جي اس. الكوماند جي اس انت محتاج هنا ايه بعض الحاجات الكوماند. لو جينا بصينا هنا بيديك اكسبل على المين موديول، عنده كاش، عنده سايكلز، في فايل موديولز برضه بيبقى موجود فيه بعض الحاجات اللي موجوده في الكوماند. تمام، لو عايز تعمل مع الماس يقدر يرجع لك حاجه اسمها الباي، عايز تعمل مع السكوير تقدر تكريت سكوير، واخد بالك ازاي؟ كل ده بيشرح لك بالتفاصيل ايه اللي موجود جوه الكوماند. بعد كده لو عندك هنا الاي سي ام بالشكل ده كده،
برضه هيبدا يشرح لك كل حاجه موجوده في الاس ام. وانت خلي بالك انت هتعمل هنا موديل ار ديفايند يوزنج امبورت وبتكسبورت ايه سيستم بشهاده. طبعا احنا هنعرف في الفيديو الجاي ازاي انا اقدر اعمل موديل من عندي بره خالص الكور والكومن والكلام ده كله، فاقدر نلبس حاجه بالشكل ده كده ان انا كده فايل انا عايز اد فيه تو نمبرز بالشكل ده، فارترني نمبر زائد اثنين، واقدر اعمل له اكسبورت بالشكل ده، واقدر بعد كده امبورت في الفايل بتاعي بالشكل ده. تمام، ده عمليه امبورت واكسبورت وانا بكتب بالتايب سكريبت بتاعي. لو انت عايز ما تكتبش بالتايب سكريبت وبالجافا سكريبت عادي جدا، تقدر انت تقدر تعمله هنا ريكواير زي ما انت عايز، مفيش منه اي مشكله، وده هنشوفه في الامثله اللي جايه ان شاء الله.